اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور محمد معيط وزير المالية بحضور السيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والسيد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الجاري 2019-2020، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة واللتين تشهدان زيادة غير مسبوقة في مخصصاتهما. كما وجه السيد الرئيس بمواصلة بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشددا سيادته على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.